قاسم هو الحل، فهمي قاسم هو السر ومفتاح مفتاح النهضة. كرة ملعوبة نهضوية، ممكن جول، ممكن جول، جول جول جول، نهضاوي أول، هدف نهضاوي أول من فهمي قاسم. سلطان لعبها لفهمي قاسم، فهمي فهمها صح، فهمي لعبها صح وسجل منها خلالها هدف. التونسي من أمام متعب، فهمي يضعها. يوزع كرة ترجع أشرف الزواغي، فهمي قاسم هدف الثالث. تسديدة قوية برشا، تسديدة قوية برشا، تقريبا من 25 متر يسكنها الزاوية 90. شوفوا يعني تسديدة ممتازة جدا، شوفوا رعادة، شوفوا رعادة. فهمي قاسم والتسديد والهدف الاول. يحافظ على الكره، يختار التسويب والهدف الاول بالنسبه لفهمي قاسم. ركله زاويه لمصلحه الفريق النهضاوي، كره تلعب عاليه ومحب راس جول يلو، وبالتالي من اجل مخرجات الكره السعوديه قويه، لكن هنا القويه، هنا القويه، هنا النهضه والهدف الاول. خطفها مايكل اصلا وصنعها فهمي وسجلها مايكل. خلف هذه الكره اين سيضع فهمي قاسم؟ على راسيه من ام باتجاه المرمى؟ فهمي قاسم عرضيه زاحفه، اوه 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 او. هدف تقليص الفارق بجملة رائعة من فهمي قاسم. متعب شرحيلي، عادت للنهضة، عادت لفهمي، لعبها فهمي لسعود الراشد، خطيرة للنهضة، ممكن هدف ثاني. الله الله، زلت تلعب، ترجع في هجوم معاكس فهمي قاسم، هجوم معاكس ودقائق باش تكون مشوقة بين الفريقين. فهمي قاسم، فهمي قاسم يخرج أمير العمراني، لكن خلي يعطي الكرة لي. ملعوب داخل منطقة الجزاء، الفهمي خطير، المغترف التونسي شوف تمريرته حلوة، الكرة تكون خطيرة. على الطوب مصر عسيري، فهمي قاسم يسدد. يلعب على الجملة، هل تكمل بهذه الطريقة؟ وتسديدة قوية، الله لو اكملت هذه الكرة.
يلعبها لمنصور. الان اي كره اي خطا يرتكب اي من اللاعبين هو معرض للطرد في مركز مهم جدا. كره جميله تمويه يا فهمي باع الكره في وسط الملعب عادت للجهة اليمنى لصالح النهضة، انتشار جيد وتمريرة في خط في منتصف ملعب جدة ومحاولة مرور من نواف عادت إلى الفهمي، تمريرة خطيرة لصالح النهضة داخل المنطقة. كرات القصيرة تمريرات مستمرة في الجهة اليمنى، برافو بالكعب مشاها بطريقة رائعة الكرة إلى حمد عرض. يرسل كرة قوية يعكس الهجمة يعكس الهجمة اختيرة تمشي الكرة القاسم قاسم في دويلة معاه هاني عميم ويراوغ قاسم توزيعة لكن الفريق يخرج من الموقف the ones who died with blame.
Boom!